امبراطوري، حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي الصادق بجيش الامبراطور ديقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخير والذبح لآلهتنا. لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار. يا سيد القائد. سلام يا مولا. رسالة عاجلة للشيخ. أمر عسكري رقم 61. لقد تعين على فرقة الروت ليكون بقيادة القائد أثناسيوس التحرك فورا إلى منطقة مريوط غرب الإسكندرية لصد هجوم قبائل البربر وحماية المريوطيين هناك. ارفعوا الخيم وبلغ الجنود بالاستعداد للتحرك فورا. مالك؟ واقف ليه؟ دي مؤامرة رومانية يا سيادة القائد. علشان اختاروا فرقتنا لصد هجوم البربر؟ ايوه، لانهم عارفين ان الفرقة اغلبها مسيحيين، والرومان لسه بتهضم المسيحية. بولا يا ابني، ما تخافش. ده واجب وطني.
وماريوت دي جزء من وطننا، لازم نحميه وندافع عنه. ما تخافش، البربر دول ناس متوحشين ما عندهمش رحمة. الجندي والقديس الشهيد مارينينا لما انضم للجيش كان صغير زيك، لكن قلبه كان شجاع، ما كانش بيخاف ابدا. الايام اللي قضيتها معاه في الجيش مش هنساها، يوم استشهاده مش هيروح من ذاكرتي ابدا ابدا. كان شاب هادي مليان نعمة وبركة، صورة السيد المسيح على الارض. اسمع، انا جت لي فكرة، احنا هناخد جسده معانا في المعركة علشان نتبارك بيه. ايوه، انا واثق ان بشفاعة مريمينا ربنا هيمنحنا النصر. تعالى معايا. ايها الجند الشجاع والقديس العظيم مريمينا، سامحنا، سامحنا اذا كنا تجرأنا واخرجنا جسدك الطاهر كي نحمله معنا في الحرب. مريمينا، انت كنت جندي زينا واشتركت في حروب كثيرة، وانا مؤمن ان شفاعتك مقبولة امام السيد المسيح كي يمنحنا النصر على قبائل البربر. معجزة، ده بمجرد احساس ان جسد مريمينا بينا كان لن يحارب قد 10 جنود. احنا ما كناش بنحارب لوحدينا، الله كان بيحارب معانا، وجسد مريمينا كان بيعذبنا. مريمين على جمل وخليه يمشي في المقدمة، واحنا هنحصلهم بالحصينة بعد شوية. تحت امرك يا سيادة القائد. ايها الاله العظيم رب الجنود، لقد تحقق وعدك وتبدد من امام وجهك كل مبغضيك، اما شعبك فظل كما هو، الوف الوف وربوات ربوات. ايه يا رجاله، مالكم واقفين كده ليه؟ الجمل ده مش عايز يتحرك، يمكن تعبان من المعركه. شيل الصندوق وحطه على جمل تاني. ده ثالث جمل نحط عليه الصندوق وما يتحركش. نشيل الصندوق، الجمل بيتحرك. خلاص يا رجاله، يبقى احنا هنستنى هنا النهارده. ليه يا جناب القائد؟ مريمينا بيقول لنا انه عاوز يندفن هنا في مريوط. احفروا قبر
وشوفوا لي احسن رسام في الفرقه. امرك يا جناب القائد. ده احسن رسام في الفرقه يا سياده القائد. عظيم. شوف يا ابني، انا عاوزك ترسم لي صوره بالحفره على الخشب للشهيد القديس مارينيا. انا حوصف لك شكله لاني خدمت معاه في الجيش 3 سنين. المهم عايزك ترسم بجانب صورته وحشين على هيئه جمالين ليهم رئات طويله زي الوحوش اللي طلعت لنا بالميه واحنا جايبين جسده معانا على السفينه. بالظبط. بس عايز شكلها بجانب انه يدي معنى الوحوش الشريره اللي خضعت الجسد لما طلع منه سهام ناريه، يدي كمان في نفس الوقت معنى الجمال اللي رفضت تتحرك من المكان ده. وتعمل لي نسختين، واحده تندفن مع الجسد والثانيه تفضل معانا نتبارك بيها. تحت امرك يا سياده القائد، بس يا ريت تحكي لي كل التفاصيل عن حياته علشان ده هيساعدنا كتير في رسم صورته. وانا بعد اذنك هدوم كل اللي تحكيه عنه عشان يفضل للاجيال الجايه. مارينيا كان ليه وجه جميل معبر، وجه يجمع ما بين براءة الطفولة وشجاعة الفرسان. مارينيا كان شاب هادي قليل الكلام كتير الحكمة. أبوه وأمه كانوا مسيحيين. والده كان من طبقة الحكام المقربين للرومان. والده كان والي على مدينة نيقيوس اللي في الدلتا. لكن الامبراطور نقله لبلد ثاني. فضلوا نورتهم البلد منوره كلها. من ساعه ما جالنا الخبر ان حضرتك هتتنقل وتيجي عندنا والبلد كلها هتطير من الفرح. انا متشكر قوي على الحسابه العظيمه اللي استقبلتونا بيها. شهرت حضرتك في الحكم بالعدل والرحمه ومساعده المظلوم والمحتاج نعرفها من سنين. ربنا يزيدك من نعيمه. متشكر. متشكر خالص. بينا احنا بقى عشان يستريحوا. بقالكم يومين في السفر من الدلتا لحدود ليبيا، مشوار طويل. عن اذنكم اتفضلوا. اتفضلوا. يا تعمل مع الخير للذين يحبون الله. بعد الاستقبال ده خلاص ما عدتش زعلان ان الامبراطور نقلك من الدلتا لحدود ليبيا، لكن انا زعلان على اخوك اللي مال الحسد قلبه واثار الامبراطور ضدك. ليه يسمح لشيطان يلعب بيه ويسخره في الشر؟ انتم اخوات، عشتوا طول عمركم مع بعض. ما تستغربيش، السيد المسيح مشبه الانسان بالزرع والاشجار، وقال ان فيها اشجار بتنمو بلا ثمر لانها بتبتعد عن الكرمة الحقيقية. ثمر؟ طب احنا سالكين حسب وصايا الله، ليه ربنا ما اديناش اطفال؟ خلفة مش ثمر؟ افهمية، ثمر الحياة مش مقصور على الخلفة وبس. الأسر اللي كنا بنساعدها والأطفال اليتامى اللي كنت بترعيهم دول من ثمار حياتك الروحية. بس كل أم بتتمنى طفل من بطنها. لازم نصبر ونطيع إرادة الله سواء استجاب لطلبتنا أو لا. أنا صبرة وخاضعة لمشيئته، لكن بتسائل بتحاجج مع ربنا زي ما بيقول الكتاب. ليس لنا إلا الصلاة والصوم، الصلاة والصوم والخضوع لمشيئة الله. يا عدرا، يا أم النور، يا معدن الزهر والجود، يا أم كل الشفاعات، شفعيني قدام ابنك رب المجد يسوع المسيح. اتشفعيني إنه يرزقني بابنك. انتي امي وتعرفي قد ايه الامومه حلوه وغنيه. يا رب يسوع المسيح انظر الى ذلي وعاري قدام الناس. يا رب انزع عني عاري زي ما نزعته عن ساره واديتها اسحاق، وعن حنه واديتها صمويل،
عن أليسابار وقدمها يوحنا وغيرهم كتير اتحننت عليهم ورزقتهم بأولاد. يا رب اتحنن عليا وارزقني بابن. لكن تكون يا رب أولا وأخيرا من إرادتي من إرادتك. أمام ابنها وكلمة أمين معناها استجاب. ساعدك يا أم النور يا ربنا رزقنا بابن هنسميه مينا. مينا؟ وش معنى مينا؟ مينا لو شلت حرف الألف الأخير وحطيته في الأول يبقى أمين. يا قلتها لي أم النور ثلاث مرات وأنا بصلي في كنيستها قدام أيقونتها فايت صوب جسدها الطاهر للسماء. عم داك يا مينا بسم الله والإبن الروح القدس. Thank you.
اتعودنا. بس انت تعبانة يا بني، ارجوكي تريحي على السرير. لا انا هركع جنبك. وحصل لي معاك الصلاة في نص الليل بيبقى لها طعم تاني. أما الرب فقبلني. اسمعوا يا إخوتي، كل اللي كان ماشي أيام أبويا أمي هيستمر. أي واحد له احتياجات يقول لي عليها. أنا أخوكم الصغير وخدمكم وتحت أمركم. ربنا من محبته ليا اديني خيرات كتيرة ويسعدني إنكم تشاركوني فيها. تفضلوا تفضلوا. عم فرملان، اهلا اهلا. اتفضل. تعالى يا مينا يا ابني، عايزك في كلمتين. حاضر. معلش قوم انت بالتوزيع، ما تبخلش على حد، ادي كل واحد طلبه. حاضر. ايه انت ناوي تعيش حياتك كده من غير عمل؟ من غير عمل ازاي؟ ما انا مشغول على الاخر ما بين الخدمه والكنيسه. وده عمل يا مينا يا ابني. الخير كتير وانا مش محتاج لمصدر رزق. اولا انت بالطريقه دي كل اللي ورثته عن ابوك وامك هينتهي. ابويا وامي ده انا ورثت عنهم حاجات اهم، هي دي اللي بتمنى انها ما تنتهيش لكن تزيد يوم من بعد يوم. حاجات؟ حاجات ايه دي يا ابني؟ محبة الله ومحبة الناس وطاعة الله وحفظ وصاياه والعمل بيها. مين يا ابني؟ اسمعني كويس. في منشور امبراطوري هيصدر بتجنيد كل اللي بلغ سنهم 15 سنة فما فوق، يعني هتدخل الجيش سواء باختيارك او من غير اختيارك. يعني اوامر. طالما ما بتخالفش تعليم المسيح يبقى لازم اخضع لها. يبقى من الافضل انك تدخل الجيش باختيارك وتنضم لفرقتي، على الاقل تبقى تحت رعايتي. الامبراطورية الرومانية كبيرة جدا ومين عارف يمكن يحذفوك في مكان بعيد. ايه قلت ايه؟ هقول ايه اللي تشوفه. حضرتك صديق المرحوم والدي وانا زي ابنك، وده اللي دفعني يا ابني اني الحق واقول لك قبل ما يصدر القرار. الاصل اللبس ده بيفتح كل الابواب المقفله. ده لولا اللبس اللي انت لابسه ده كانت ضربتك بالقلم. تقدر تضرب جندي في جيش الامبراطور دخلجان. ده جيش الامبراطور بنفسه. وشعر بيتقل بيضة الحلوة جميلة. سلام يا اخواتي. سلام. قول حرب يا اخواتي، احنا داخلين على حرب مش سلام. صنف ممتاز سعادتك. خب متشكر. بس انا عايز في كلمتين لو سمحت. حاضر. مين
200 دول يعني ما ينفعوش هنا؟ مالك انكتمت ليه؟ مش عارف، الراجل ده لما بشوفه لا بعرف اشرب قدامه ولا اهرج قدامه ولا اعمل اي حاجه خالص. وانا كمان اول ما ببص له بنكتم على طول. ما عرفت ليه؟ تعرف انت انا بنكتم ليه؟ لا يا اخي، احنا لازم نحفظ نفسنا في وسط العالم. ازاي بس يا امين؟ ده احنا عايشين معاه، بناكل بنشرب بننام بنصحى معاه. ومال المسيح مش قال في وسط جيل معوج ومستوى تدقون بينهم؟ صح. طيب احنا لو سيبنا نفسنا نضيع يا تنسي، حياتنا في وسط العالم زي السفينه في وسط الميه عايمه فوقيها، والميه لو دخلت جواها هتغرق وتضيع في بحر خطايا العالم. صح، كلام جميل، بس تنفيذه صعب. تنفيذه صعب لو اعتمدنا على قوتنا البشريه، والمسيح كان عارف كده كويس وقال بدوني لا تستطيعون شيئا، والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ايوه مينا، بس هديك شايف ضحكهم وتريقتهم علينا. نطلب المعونه باستمرار، نبعد عن الشر، يهرب منه زي ما هرب يوسف الصديق وقال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. تعالى تعالى يا سنة، تعالى نتامل جمال الطبيعه وعظمه الخالق، تعالى نرفع اصواتنا بالترتيل ونلغي اصوات الشر والفجور. تعالى. من الامبراطورين المنتصرين دقلديانوس وماكسيمانوس نعلن على الكل ان يفرحوا لما حظينا به من النعمه والنصر على الاعداء بهذه الالهه التي حفظتنا وقد تمتعنا بخيراتها الوفيره. ولذا نامر الان كل احد تحت سلطاننا ايا كان، قائدا او مقدما، كبيرا او رئيسا، كنتيا كان ام مواطنا، اسقفا او قسا او سماسا او خديما او قارئا او راهبا، صغيرا او عظيما، عبدا او حرا، رجلا او امراه، ان يعبد الكل الهتنا ابول وعصيمين. السجود يا ابول وعصيمين، السجود يا ابول وعصيمين. ونحن نامر كل جنس من الناس الذين تحت طاعتنا انه بمجرد قراءه هذا المنشور ان يقوم الجميع بتنفيذه، ليس بتوان ولكن بهمه، وكل من لا يفعل هذا سيعاقب بقسوه حتى لا يستطيع احد ان يفلت من ايدينا. توقيع دقلديانوس وماكسيمانوس. عاش الامبراطوران العظيمان. عاش الامبراطوران العظيمان. عاش دقلديانوس وماكسيمانوس. إلهي ومخلصي يسوع المسيح، ارشدني إلى الطريق التي أسلك فيها، فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. امبراطور انكر مسيحيته ورجع لعباده الاصنام. ممكن تفضل على عقيدتك وتستمر برضه ضابط الجيش. ان كان الله هو الله فاعبدوه، ان كان البعل هو الله فاتبعوه. لا يا عمي، لا، انا ما اقدرش اخذ المسيح والبعل. انا خلاص بنعمه السيد المسيح اتخذت عده قرارات ومش هتراجع عنها. عده قرارات ايه تاني غير ترك الجيش؟ عايز ابيع كل الاطيان اللي ورثناها انا ويا امي. انت نويت تبيع ميراثك كمان؟ علشان نحصل على الميراث الذي لا يسلى ولا يضمحل. والقصر ده كمان عايز حد يشتريه. مين يا ابني؟ ده قصر مرحوم والدك. وابيع كمان كل الجواهر اللي عندي علشان اقتني جوهره كبيره، الحياه الابديه.
وهتعمل ايه بالفلوس اللي هتبيع بيها كل الحاجات دي؟ هدفع بيها العربون. عربون؟ عربون ايه يا ابني؟ عربون المدينة العتيدة ذات الاساسات القوية، اورشليم السمائية. انا خلاص مش شايف اي معنى للنقود غير انها تبقى حق للفقراء والمساكين. هتوزع كل اموالك وميراثك على الفقراء؟ لا يا لا لا اسمح لي، ده جنون جنون. طب وزع جزء وخلي لك جزء. انا خلاص هتجه للصحراء، هصلي واتعبد، وهناك هبقرع شويه غنم وجمال ومش هحتاج لاي اموال. شاب ثري مرموق ضابط في جيش الامبراطور يترك حياه القصور والطرف والعظمه ويستبدلها بالصحراء والجفاف؟ تسيب قيادة الجيوش وترعى شوية غنم وجمال؟ من أجلك يا إلهي أخسر كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربحك. عنك يا مينا، وعرف انك خلعت لبس الجنديه، ارجع يا مينا. يا سلاسل، انا من زمان كنت ناوي اعتزل على العالم واتوحد في الصحراء، والمنشور ده هو اللي خلاني اعجل بالتنفيذ. يعني مطلوب من كل واحد انه يعمل كده؟ لا طبعا، بس مطلوب من كل واحد انه يجاهد في الميدان اللي بيعمل فيه لخلاص نفسه والمجد اسم الله القدوس. خلاص خليك هنا وجاهد معانا هنا. انا دخلت الجيش مرغم يا اثناسيوس، اوعى تفتكر ان الحياه في الصحراء ما فيهاش جهاد. لا، الجهاد في البريه صعب، جهاد مع قوات الظلمه، جهاد مع اجناد الشر السمائيه، جهاد مع قوات ليست من لحم ودم. انت بتهرب يا مينا، فعلا بتهرب، بتهرب للصحراء علشان خايف من الاضطهاد والعذابات. للاسف كنت فاكرك شجاع وهتصمد. صلي لي يا اثناسيوس. يا يسوع رحت من وسط الجموع وخرجت للبراري بقنوط، ركعت صليت بخشوع وناديك وناديك يا يسوع. الجموع وخرجت للبراري بقنوع، ركعت صليت بخشوع وناديك وناديك يا يسوع. يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع، يدك يا حبيبي يا حبيبي يسوع. بل لم أصبح غر وذقت الحلو من مر، وعينت الجمال في البحر وعرفت الغنى في الفقر. أقبلت لم أصبح غر وذقت الحلو من المر، وعينت الجمال في الفقر وعرفت الغنى في الفقر. أقبل أقبل يا حبيبي يا حبيبي.
سلام ولا تحية. سلام. مالك شكلك كده زي ما تكون تايه. انا تايه لطلب رحمة المسيح. عظيم عظيم. عايش لوحدك في الصحراء دي كلها؟ خوف عليك. هتلاقيها منين ولا منين؟ من الوحوش ولا من الشياطين؟ انصرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. هايل. لازم تجيب خبز ومية مش كده؟ خبز معايا والمية اهي خدهم اقبلهم مني. متشكر بس مش عارف الاول انت مين وهديتك دي ليه؟ كل الاول واشرب وبعدين نتفاهم. كفاك صيام يا اخي كفاك صيام. اقبلهم مني طوعني. طوعك انت مين؟ أنا ملك الأرض دي كلها. كل مكان على الأرض ملكي. أنا ملك العالم كله. من رب الأرض وملؤها. مكتوب إني رئيس هذا العالم. رئيس لمن يخضع لك ولسلطانك الشرير. هتخضع ليمينه. ليس لك سلطان على أبناء الله. فقد حملت في جسدي سمات الرب يسوع. هتتغرش في نفسك يا ابني. هتيجي ايه جنب اللي سبقوك واخضعتهم لسلطاني؟ انت لسه صغير. ده مش غرور. لوحدي انا اضعف من اضعافكم. لكن بنعمة السيد المسيح العاملة فيا اقوى من اقواكم. باشارة الصليب المحيي انصرف عني يا ملعون. مبارك انت يا مينا لانك دعيت للتقوى منذ حداثتك.
لذلك ستنال 3 أكاليل لا تفنى ولا تزول بحسب اسم الثالوث القدوس الذي من أجله جهز واحد من أجل بتوليتك والثاني من أجل حياتك المسكية والثالث من أجل استشهادك وسيصبح اسمك مشهورا بين الشهداء والمجد الذي ستحصل عليه الملكوت سيكون أكثر آلاف المرات من ذلك الذي أعطيه لك في الأرض. مصيبة كارثة. تصور جنابك واحنا في الميدان العام بنحتفل ونبخر لأبولو أرطميس آلهتنا العظام يقتحم علينا الاحتفال هذا الشاب ويجاهر بمسيحيته ويفسد لنا الاحتفال. انت ازاي تتجرأ وترتكب الحماقة دي يا جناب الوالي؟ الشاب ده وشه مش غريب علينا. فعلا. انت اسمك ايه؟ مينا أوديسيوس. مينا أوديسيوس. مينا أوديسيوس. مش انت اللي كنت ضابط في فرقة لوترياكون؟ رد على السؤال. انت الضابط مينا اللي كنت واحد من قوادي؟ اي. كنت ضابط في جيشك. لكن فضلت ان اكون جندي في جيش الخلاص. الذي لرب ومخلص يسوع المسيح. يعني هربت من الجيش. يعني مرتكب 3 جرائم: هروب من الجيش واعتناق المسيحية واقتحام احتفال لآلهتنا والدعوة للإيمان بالمسيح. أنا تذكرت كويس. ده كان ضابط شجاع وملتزم وكفء. خسارة. احنا محتاجين ضابط زيه في الجيش. يعني نحاول نكسبه ونضمه لينا لأننا مش هنستفيد حاجة من موته. اسمع يا مينا، انت ليه كم سنة هربان من الجيش؟ انا خلعت لبس الجندية ولبست ملابس الصحراء من 5 سنين. خمس سنين. معلش، انا حنسى جريمتك ده. هيه وحنا يا جناب الوالي، ده تهجم على الاحتفال بمنتهى الجرأة وقاعد يتكلم عن المسيح. برضو معلش، كل ده هيتصلح لما يرجع يلبس ملابس الضباط ويبخر لأبولون وأرتميس يطلب السماح منهم. اسمع مينا، انا هرجعك الجيش تاني برتبة اعلى من اللي انت كنت فيها لانك كنت ضابط ممتاز. يا جناب الوالي، وفر على نفسك كل وسائل الترهيب. انا خلاص وهبت حياتي للسيد المسيح، ومهمتي اللي جيت علشانها من الصحراء اني ابشر بالهي واقوي ايمان اخوتي امام اضطهادات وعتبات دقلديانوس ومكسيميانوس واذبحهم الاشرار. انت ازاي تتجرأ وتقول الكلام ده قدام الوالي يا وقح؟ خدوه اسجنوه 5 ايام، ولو استمر على عناده ادوله 40 جمدة. 40. حلوين ال40 جلدة دول. انا ما استحقش انضرب 40 جلدة زي الخلوص الصالح. ارجوك اديهم جلدة واحدة. بس كده؟ 41 42 44 41 46. بتقول ايه؟ ولا كأنه اتجلد امبارح؟ تكونش انا اللي جلست بنفسي. خدوه علقوه على العجله. ارحم شبابك يا مينا، فخر وجهك لالهه. انقذ نفسك. انقذ نفسي والله لك نفسي. يعني تعجيب رهيب هتقطع لحمك. المسيح جنبي وهديني قوه لاحتمال العذاب، وهيعوضني عن كل العذابات دي بحياه ابديه واكاليم سمائيه. دور العجله. Oh!
لك ولا ندورها مرة تانية؟ كل العذابات اللي عشتها من أجل محبتي للمسيح والملائكة حوالي بتضربني بجراحات كده. دورها أنت مرة تانية. عانك المخلص مش شاعر بقى يا عذاب. حد منكم ساء خمره ولا مسكر؟ خمري هو المسيح فهو يذكرني بحبه. اسمع يا مينا، انا لسه عندي وعد. اذا انت بخرت الأبولون وارتميس واستجدت ليهم انا حافي عنك. انت فاكر اني ممكن اشترك معاك في عمل الظلمه كده؟ انا عايزكم تدوروا العجلة دي مرتين وثلاثة وعشرة لغاية ما تقصدوا جلده، ولما يتهري جسمه تدلكوه بشعر خشن مبلول بالملح ومبلول بالخل. هتقدر تنزع جلدي لكن مش هتقدر تنزع رداء روحي، لانه مصنوع من نسيج الايمان والحب. انا هتفنن معاك بالوان تعذيب جديدة. هتملي من التعذيب، انا هفضل صابر للنهايه بمعونه الهي. اسمع يا مينا، انا هديك مهله يومين علشان تراجع نفسك، يمكن ترجع لعقلك. تعال معايا. انا مش عارف ازاي بتقدر تتحمل العذابات دي كلها، كانه مش جسمك اللي بتعذب. مينا أنا أسأت الظن بيك كتير يا مينا، أنا ظلمتك كتير. أنا اللي كنت فاكر إنك هربت للصحراء علشان خايف من الاضطهاد. سامحني سامحني يا مينا، سامحني سامحني يا مينا، أنا ظلمتك كتير، ظلمتك كتير يا مينا، ظلمتك كتير. سامحني سامحني. إزاي؟ إزاي؟ كل ما يزيد في عذابه كل ما يزيد في احتماله. المسيحيين دول لهم اتصالات مع الشياطين والسحرة ولهم افكار عن الموت غريبة. دول بيشتهوا الموت. بيشتهوا الموت؟ ايوة، انا قريت آية عندهم بتقول لاشتهاء ان اموت. ان اموت ذاك افضل جدا. مفيش طريقة تعذيب الا واستعملتها معاه. حطيته على حديد وسخنت تحت منه بالنار. انت واقف ده ايه؟ ما تفكروش في حاجه تانيه. مسألة تعذيب دي بتجيب نتائج عكسيه. بالظبط بالظبط. كتير لما بيشوفوه متحمل العذابات بينخدعوا فيه وبيأمنوا بالمسيحيه. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ احنا نقطعه ونخلص منه. نقطعه نصين، نجيب منشار حديد ونقطعه قصاد الناس، ولما نشوف الهه هيعمل له ايه. الشمع لما تتخط في النار. ما قلت لك يا جناب الوالي، السحر كل يوم بيعيشوا زيادة وكل عذاب بيتحملوا بيخلي المئات والقلوب يؤمنوا بيه. ده صحيح، وأبولو وأرطميس هيغضبوا علينا عشان مخليين واحد كافر زي ده عايش لغاية دلوقتي. احنا نقطع راسه بحد السيف وننهي الأمر. خلاص اكتب الأمر ده ونفذه بكرة.
غلبتني يا مينا. إمبراطوري، حيث أن المدعومين أودوكسيوس الجندي الصادق بجيش الإمبراطور دقلديانوس قد رفض إطاعة أمر الوالي بالعودة إلى صفوف الجيش وإنكار مسيحيته والتبخيل والذبح لآلهتنا، لذلك قد أمرنا بقطع رأسه بحد السيف وحرق جسده في النار توقيع فيروس والي الإمبراطورية الرومانية. يا ترى لك اي طلبات قبل تنفيذ الحكم؟ كله صغير. اتكلم يا اخي. قد سمح الله ان انطلق اليك نحو الامجاد السماويه هذه الساعه، فبكي يزداد ايمانكم برب الجنود يسوع المسيح، اقول لكم ان جسدي عندما يكون في النار بعد موتي لم يحترق، لم تمسسه النار ابدا، فهي علامة لكم ليستب إيمانكم، ومن كان له أذنان للسمع فليسمع. هو ده طلبك؟ نفذ الأمر يا أستاذ الخاص. الوعد الإلهي، وفضل جسد مريمينا في النار 3 أيام وما اتحرقش، خدناه وكفناه وحطناه في المقصورة.
ايها الاله العظيم رب الجنود، لمن قلت على لسان داود النبي انك لن تجعل قدوسك يرى فسادا، يا الهي نستودع جسد قديسك وحبيبك مريمينا هنا في هذه البقعة من الصحراء المعرضة للهجمات البربرية الوحشية من جميع الجهات. نستودع جسدك الطاهر يا مريمينا في هذا القبر الصغير إلى أن تسمح إرادة الله بظهوره لمؤمنيه مرة أخرى في هذا الجيل أو في الأجيال المقبلة من بعدنا حسب مشيئة الرب الإله. عشرات السنين وأصبح هذا القبر الذي يحتوي جسد الشهيد مريمينا مجهولا، حيث توالت هجمات بربرية أخرى وضاعت معالم القبر ومعالم المكان أيضا بمرور الزمن. ما تخافش كده، هتخف دلوقتي وهتبقى عالي العال، والجرب اللي في جثتك دون هيطلع على طول. اصل بقى الارض دي بقى مباركة، ليه ما اعرفش، هي مباركة وبس. بس مبروك وبس، انا ما اعرفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، مش قلت لك هتكسر على طول. فرجيني كده اسمي الصريف، المعدة خفت بصحيح. انت طلعت منين يا واد يا سلاتيك؟ انت قاعد هنا ومستخب وسايب امك بتدور عليك؟ المعدة خفت بصحيح وبقيت عالي العال. يعني المعدة عند ربنا اهم واحسن من البلادين؟ ليه بس يا ابني كده؟ هي كلها خلقته وصنعت يا دي. يعني التراب ده يكفي المعيد وما يشفنيش انا ليه؟ ليه؟ انا زهقت. زهقت يا عم مرقص، خلاص من عشتي دي، خلاص زهقت. يا ابني مش كده، ما تطلبش من ربنا الشفاء بالطريقه دي. السيد المسيح لما صلى مش قال يا ابتاه ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس، ولكن فلتكن لا ارادتي بل ارادتك. ربنا مش شغال عندنا نؤمره وينفذ. على اذنك لحسن سايب بقيه القطيع لوحدي. يا رب يا رب، انت قلت لقد ناقشتكم على كفي، وقلت انتم افضل من عصافير كثيره. يا رب اعتبرني خروف من الخرفان بتوعك وشفيني. لا، لكن انت علمتنا لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك، لتكن لا ارادتي بل ارادتك. نتيجة قم يا نتيجة، قد استجاب الرب الاله لطلبتك، قم وقف على رجليك. اقف على رجلي؟ ايوه، وليتمجد الله في علاه. يتمجد اسم الله، يتمجد اسم الله، يتمجد.
تمد باسم الله، لا تمد باسم الله، لا تمد باسم الله. جلال جهل المريض، جهل المريض، تعالوا شوفوا لكيك اللي كان كثير وعدت كثير. تعالوا يا ناس، الرجل المبلوك شفيته، تعالوا يا اهل البياض، يا اهل مريض، امي 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 شايفه امي بتمشي زي البلدتين. تبارك اسمك يا رب، تبارك اسمك يا رب. ما بتنتهيش يا فتيكة، اسم قريتنا بقى على كل لسان. ده فيه ناس بتيجي من بعيد قوي يا امي. كنت فتحة خير عليهم يا ابني، بعد ما كانت الرملة ما بتشفيش غير الخرفان وبس، بقت بتشفي الناس كمان. لا مش الرملة بس، ينبوع المية اللي انفجر في المكان ده عمل بحيرة مية. المية والرملة يا امي هم اللي بيشفوا الناس. عملت زي بركة سلوان اللي ميتها كانت بتشفي أول ما الملاك ينزل يحركها. يا ترى إيه سر بركة المكان ده؟ أكيد في حاجة مبروكة. اظهر لنا يا رب سر المكان ده إيه؟ أهو ده المكان يا مولاتي. طب روح أنت وباقي الحراس شوفوا حتة تستريحوا فيها. حاضر يا مولاتي. أهلاً وسهلاً. يظهر أن حضرتك شخصية مهمة جداً. أميرة ولا ملكة؟ أنا هنا إنسانة بسيطة جاي أخد بركة المكان ده. أنت هنا من زمان؟ أنا أول واحد خد بركة الشفا في المكان ده، ومن يوميها وأنا باجي كل يوم، وهفضل أجي باقي أيام حياتي. وإيه اللي بيشفي هنا؟ التراب ولا المية؟ الاثنين. تحبي تاخدي بركة الشفا؟ متشكرة، انا عايزه ادعي جسمي كله بالرمل والميه المبروكه دي، انا مريضه. اتفضلي ربنا يشفيك. لو سمحت بصراحه انا مرضي معدي واخاف الوث الميه والرمل دول. الميه والرمل اللي بيدوا بركه الشفا يتلوثوا، تيجي ازاي دي؟ ما تخافيش. هو حضرتك مريضه بيه؟ بالجزام. شفت أكيد تخبيت أول ما سمعت كلمة الجزام. أصل بيقولوا إنه مرض خطير جدا، وإن اللي بيعيا بيه أطرافه بتقع حبة بحبة. إنما إزاي حضرتك يعني؟ لا أنا خفيت كلها أسابيع ويحصل كده. تبدا أطرافي تقع. إن شاء الله ربنا هيشفيك. إن شاء الله. قول لي يا فلاتيكا، اللي بيخفوا بيحسوا بإيه؟ بيحسوا بقوة وحرارة بتسري في كل حته مريضه عندهم، ويختفي المرض على طول. ربنا يديكي على حسب ايمانك. استجاب لها وشفي، اكيد ابوها الملك هيوضب المكان ويعملوا مزار. مزار؟
منظار من مين؟ إن كنا إحنا ما نعرفش سبب بركة في المكان ده إيه؟ الليل قرب يدخل كلام الأميرة ولازم نمشي دلوقتي. لا، روح نصب خيمة ليهم، إحنا هنبات هنا الناس. أمرك يا كلام الأميرة. لن أتركك حتى تمنحني شفاء. شفاعة وبركة المكان المقدس ده اللي ما حدش عارف سبب قصيته ايه. انا جيت من القسطنطينية لحد هنا لاني مؤمنة انك زي ما منحت الشفاء لكاثرين قادر تمنحهولي انا كمان. مين زينبين؟ انا صاحب هذا المكان وجسدي مدفون هنا. مين؟ جندي مخلص للسيد المسيح استشهدت على اسمه سنة 309. سمعت اسمك، انت شهيد عظيم. الله يتمجد في القديسين. احفري هنا هتلاقي جسد ومعاه صورة محفورة على خشب. حاضر حاضر يا غيرين. صعوبات كثيرة من الأريوسيين وغير الأريوسيين. حتى ولو كان العالم كله ضدي فأنا ضد العالم لأني مع الإيمان الصحيح. تسمح لي يا سيدنا أكون خادم على الكنيسة بعد ما تتبني وحارس على رفات القديس العظيم مريمينا طول حياتي؟ مفيش مانع، بس رفات هيفضل عندي لحد ما تنسيهم من بناء الكنيسة. وحنبتدي دلوقتي في بناء الكنيسة. يلا يا رجالة. ابني راح يا مريمينا، راح وهو بيبني في كنيستك.
شفيته من الكساء. طب كنت شفيته ليه؟ عشان يعيش سنتين وبعدين يموت. يا حبيبي يا ابني ليه ما مسكتوش يا مريمينة؟ ليه ما سندتوش؟ ليه يا مريمينة ليه؟ بس يا اختي هتموتي نفسك كده. وسايبينه هناك ليه؟ ما جبتوش جنبي ليه الكام ساعة اللي فاضلين؟ على ايه بس؟ ناس تعبانة خالص. هتدفنوا امتى؟ هتدفنوا ضنايا امتى؟ بكرة الصبح ان شاء الله. ربنا يعزي خاطرك. ادفنوا هناك مطرح ما وقع في كنيسة مريمينة. ادفنوه عند حبيبه مريمينة. ادفنوه هناك. عندما انتصر البابا أثناسيوس على الأريوسيين قام بتزيين الكنيسة وتدميرها. وفي خلال النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي ألحقت بها كنائس ومباني أخرى وأصبحت المدينة الروحانية الشهيرة. انما انا خدت عرض على نفسي اني مش ممكن اسيب جسده لغايه اخر دقيقه في عمري. Thank you.
بفعل الحروب التي تعرضت لها المنطقة وغارات البربر المستمرة. تهدمت المدينة الرخامية، ثم نهبت كافة أعمدتها الرخامية الملونة على يد لعازر النسطوري. وخلال هذه السنوات اختفى الجسد مرة أخرى، وظل هكذا منسيا حتى القرن الرابع عشر. الرخام ده اللي بيشتغلوا فيه، بقول لك ايه، دور لنا على حاجه تساعد. فرجت فرجت ايه؟ طب مني في صندوق معتبر قوي، بس فيه رخامه كبيره فوق، بتنزل معايا؟ الحمد لله. فرحت. ناولني على بقى، على بقى اطلع تفتكر جواي؟ اكيد ذهب ومجوهرات طبعا، اصل الجماعه المسيحيين دول كانوا بيشيلوا في كنايسهم حاجات غاليه قوي. بقول لك ايه، قبل ما تفتح هنقسم بالنص، انت التلت وانا التلتين. نعم يا اخويا. التلت؟ ليه؟ بنسرق؟ الله 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 الله، بقول لك ايه، نظام الحمراء ده مش عليا انا، ده انا لحم مر قوي. خلي الكلاب تنهشوا. تعملوا ايه هنا؟ ابدا ولا حاجه. طب هات الصندوق ده وتعالوا ورايا على الوالي. الوالي؟ الوالي؟ ده صندوق جواهر يا جناب الوالي، انا ورثه عن اجدادي. ده كذاب كذاب، احنا كنا ماشيين ولقينا الصندوق ده سوا، طمع فيك وعايز يلهفه في كل الوحده. يا جناب الوالي، ده صندوقي انا، ملكي انا. هات الصندوق ده. صندوق مقفول من كل ناحيه. المشكلة دي حلها بسيط، كل واحد فيكم يقول لي صندوق فيه ايه ونفتح الصندوق، واللي يطلع كلامه صح ياخد الصندوق، واللي يطلع كلامه غلط هأمر بأبحر قتله. الصندوق ده مش بتاعي ومعرفش جواه ايه. مش قلتلك مش قلتلك يا جناب الوالي؟ يعني الصندوق ده بتاعك انت؟ طيب جواه ايه بقى؟ ايوه جواه ايه؟ جواه طبعا مجوهرات، ذهب ومرجان وزمرد وياقوت. يا جدع يا جدع، ما توديش نفسك في داهيه، هو انت تعرف جواه ايه؟ ما نفتح الصندوق واذا بصراحه احنا لقينا الصندوق دوت في الكنيسه الاثريه تحت الارض في المدينه الرخاميه جناب الوالي. انا شخصيا ما اعرفش جواه ايه. اللي في مريوط؟ ايوه هي دي الحقيقه فعلا. اليوم حمص 7 ايام. امرك يا جناب الوالي. وماذا الفرصه اللي جابنا هنا؟ هتعمل ايه بالصندوق ده؟ كنت تديله للشيخ صمويل وخلاص. استني بس لما نشوف جواه ايه. اصل زمان كانوا بيشيلوا في الكنائس كنوز ثمينه فعلا. الله، ده في صندوق تاني فعلا جواه. ايه ده؟ يبقى اكيد جواه حاجة ثمينة قوي. اه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم. مش شوية عظم. ايه ده؟ فعلا عظم.
والمغفلين كانوا فاكرينه كنز، يقولوا ذهب وياقوت ومرجان وزمرد. غريبة قوي، هتعمل ايه بالعظم ده؟ ابدا، انا هاخد الصناديق واخليهم يرموا العظم ده في اي حته. ادي كل هنا في الصندوق، خد ارميهم في اي حته. امرك يا جلال الوالي. جلاد الوالد، انا مش مرتاح للتصرف في ده. عظام زي دي لقيناها في صندوق محطوطه بترتيب وعنايه، اكيد تبقى عظام مقدسه، مش معقول ترميها زي اي عظام. امال اعمل فيها ايه؟ انا من رايي تتحرق في فرن المطبخ. الحاجات المقدسه اللي زي دي افضل لها انها تتحرق من انها تترمي. طيب خد ودي العظام دي للطباخ وقول له يحمي بيها فرن المطبخ. امرك يا جلاد الوالد. مبسوطة يا ستي، طلباتك اوامر. ايه مفيش اخبار عن ال مش عايز يرزقني بولد يحمل اسمي ومملكتي بعد ما اموت. انا مش عارف عملت ايه في حياتي عشان ربنا يعاقبني بالشكل ده ويحرمني من الذريه. جلاد الوالد، تاكد اني بتعذب زيك بالظبط ومقدره شعورك ده. انت مالكش ذنب في اللي حاصل، انت ممكن تحقق رغبتك دي مع اي واحده تانيه. انا كل امنيتي ان الولد يكون منك انت. يا جلاد الوالد، يا جلاد الوالد. ايه في ايه؟ العظام. عظام ايه؟ العظام اللي بعتها جنابك عشان اديها في فرن المطبخ. مالها؟ رميتها والله ما مسكتش فيها ابدا، ونور نور عمال يطلع منها اقل من لهيب النار. هذا ايه اللي بتقوله ده؟ مش ممكن. تعالى كده تشوف يا جلال الوالد. ايوه يا جلال الوالد، حاجه مهمه زي دي لازم نشكها بنفسنا. ايوه. صباح النور يا ابني. الوالد عايزك دلوقتي. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. حاضر. سلام. سلام حبيبي. هاتيلي الحبايب من جوه يا بنتي. حاضر يا بابا. اللي جوه النتافه دي عظام واحد من القديسين الشهداء. والعمل ايه دلوقتي؟ طفوا الاتون عشان نقدر نسحبهم من جوه ونرجعهم للصندوق اللي كانوا فيه لحد ما ربنا يرشدنا. عظام مين دي؟ انا مش هسمح لك تاخد الصندوق ده الا اذا قلت لي العظام دي عظام مين. صدقيني يا جناب الاميره ما اعرفش، لكن في الغالب عظام شهيد من اللي استشهدوا في العصور الاولى للمسيحيه. يعني العظام دي ممكن تعمل معجزه لان الله ما رصتهاش. ربنا بيسمع للقديسين واحنا بنتشفع بيهم. يقول الكتاب في العهد القديم: فصلى ابراهيم فشفى الرب ابي مالك، وقال: ان وقف موسى وصموئيل امامي فلا تكون نفسي نحو هذا الشعب. أما في العهد الجديد فلما جه السيد المسيح واستشهد على اسمه الآلاف، فالقصص والحكايات عن شفاعتهم كثير جدا. عن إذنك يا جناب الأميرة. استنى شيخ سمير. يا صاحب العظام دي، ما تفكرت تسمعني، تسمع العبد المسكين المحتاج. هي رجاء ربنا.
ربنا ان يرزقني ابن ابني من علي حياتي. الهنا القدوس يا فاحص القلوب والكلى اعطيها حسب ايمانها، وان كانت ارادتك توافق طلبتها اعطنا علامه بشفاعه صاحب هذه العظام المقدسه. ربنا اعطانا علامه باذن الله. خليك يا مولاتي باذن الله. اشكرك يا رب، اشكرك انت العظام المقدسه. من النهارده الصندوق ده انت مسؤوله عنه. حاضر يا بابا. ودايما تراسلي وتسبحي قدامك. حاضر يا بابا. ترسلي يا بابا زي ما طلع مين ما نطلعش صوت ويقول لنا عظام مين. يا بنتي ربنا هيكشف لنا كل حاجه في الوقت المناسب وبالطريقه اللي يشوفها هو. احنا ما نفرضش طريقه معينه على ربنا، لانه ما ابعد احكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستخفاف. طب ليه يا بابا اكيد القديسين ليها كرامه خاصه؟ شوفي يا بنتي، الكنيسه بتنظر لاجساد المؤمنين كلهم نظره لهائمه، لان اجسادهم اتحدت مع جسد الرب يسوع المسيح بسر الافخارستيه. والمؤمن اللي يداوم على التوبه والاعتراف والتناول باستنباط بيبقى جسده بيشترك في النفس الانسانيه في جهازها الروحي، وخاصه اجساد الشهداء اللي قدموها ذبيحه حب ورائحه بخور امام عرش الله. محبة اهلا بيك يا ابونا. اهلا يا ابونا. الشيخ صمويل صاحب الديوان وشيخ الضيعة. خدامك يا ابونا. انا ظاهر اسحاق من البلاد. ظاهرتنا النعمة. النعمة والبركة في بيتك يا شيخ صمويل. هو ده الصندوق اللي لقوه العمال تحت الكنيسة الأثرية اللي بتونا تحت الارض. ايوه يا ابونا. امبارح بالليل بعد ما صلينا الصلاه وانطفت الدنيا دخلت لقيتي وقت المنام ليه بقعه نور في وسط الاوضه، فان الفجر كان لسه بدري عليه، وشويه شويه ابتدى النور يزيد وظهر صوره قديس وشهيد عظيم. وقال لي ان عمال سرق الصندوق اللي فيه رفاقه، وان الوالي امر ان الصندوق ده يبقى عندك يا شيخ صمويل. ما قالكش هو مين؟ الشهيد العظيم والقديس مهني مين العبيدي. مهني مين العبيدي؟ تبارك يا الشهيد العظيم تبارك. انا مصدقك وصل القديس مهني. وقال لي كمان انه لازم الصندوق ده يفضل عندكم لغايه ربنا ما يرتب ما يراه من نفسه. بنتك دي؟ ايوه ست القط. متزوجه؟ لا يا ابونا، انا لبست نفسي عروس للمسيح، وده يديني الحق في رعايه جسد مرمينا. ربنا يبارك يا بنتي. هل ابنكم؟ اتفضل يا ابونا. Thank you.
اهلا وسهلا يا شيخ صمويل. اهلا وسهلا. سلام يا ابونا. سلام والنعمة. اهلا يا بنت. سلام يا ابونا. انا تحت امرك. اول ما المرسال بتاع قدسك وصلني جيت على طول. خير؟ في الحقيقة يا شيخ صمويل انا مكلف من قبل البابا بنيامين لاقناعك انك تحضر جسد القديس مريمين العظيم عشان نضعه هنا في كنيسته بهوم الخليج. ليه تحرمنا يا ابونا من بركه جسد مريمين؟ اجساد القديسين يا اخواتي لازم تحفظ في الكنائس، والبابا بنيامين بيرجوكم بيرجوكم تسلمونا جسد القديس مريمين. بس الناس في بنها يا ابونا هيزعلوا لما يعرفوا ان احنا فرطنا فيه وادينهولكم. بابا كلام ابونا يوحنا صح، لان مريمين ظهر لي امبارح وقال لي كلمتين ما فهمتهمش غير دلوقت. قال لي انا همشي من هنا لمكان تاني. وده معناه انه موافق على نقل جسده. على كل حال احنا لازم نطيع الامر، ولو اننا هنحزن لفراقه. بس يا ابونا دي كنيسه صغيره وقديس عظيم زي مريمينا، لازم تديني له كنيسه كبيره تليق بمكانته. نضعه هنا دلوقتي لحد ما يرتب ربنا ما يراه صالحا لقديسه. كل شيء يا اخوتي بموعد. عندما وقع الاختيار الإلهي على صديق حنين للقديس مينا والراهب القمص مينا المتوحد ليكون البابا كيرلس السادس، فكان هذا إيذانا بإحياء أمجاد ماري مينا لا في مصر وحدها بل في مختلف بلاد العالم. تم توزيع اجزاء من رفاته المقدسه، جزء ظل كما هو في كنيسه فم الخليج، وجزء اخر وضع بالكنيسه التي انشاها البابا كيرلس على اسمه باخر مصر القديمه. وجزء ثالث نقل لدير مارينينا الذي انشاه ايضا البابا كيرلس السادس في صحراء مريوط بجوار المدينة الرخامية الأثرية التي ما زال الناس يأتون إليها لمشاهدة آثارها المتبقية. مر كل عام في عيد استشهاده كتقليد بدأه البابا كيرلس السادس. ارتبط اسم مارينينا والبابا كيرلس السادس ارتباطا وثيقا حتى اصبح اسماهما وكأنهما اسم واحد لشخص واحد وروح واحدة. لم تموتوا أيها الأبطال
سكنتم في سماء الخالدين. Thank you.